ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. الإخوة والأخوات، باسمكم جميعا شيوخ المحامين وشباب المحامين، نرحب بمعالي النقيب الأستاذ سامح عاشور لتكريم شيوخ المحامين وشباب المحامين في محافظة الشرقية في شمالها وجنوبها. وأعتقد أن هذا الحفل الكريم نادرا ما يحدث، لأول مرة يجمع بين الشيوخ والشباب، ونتمنى أن تدوم هذه الظاهرة باستمرار بعد التقصير. تعلمون جيدا، وهي احتفالية إن شاء الله هتتكرر بالاتفاق بيني وبين الأستاذ حسن بطبيعة الحال، لأن الأستاذ سامح رمز من رموز نقابة المحامين منذ نشأتها حتى اليوم. نقابة محامين شرقية تم تقسيم المحافظة بموجب قرار بعد تقسيم المحافظات الكبيرة إلى محكمتين، محكمة جنوب الشرقية ومقرها زازي، محكمة شمال الشرقية ومقرها هي. بناء على هذا التقسيم تم تقسيم نقابة المحامين إلى نقابة محامين جنوب الشرقية ونقابة محامين شمال الشرقية. محكمة شمال الشرقية يتبعها 8 مراكز، برضو من باب العلم مش للشباب والشيوخ يعرفوا، لكن من التذكرة لابد أن نضيف معلومة الهدف منها إيصالها للكل بعد التقسيم، لأن المعلومة ممكن محدش اللي بيجي لنا النهاردة النقابة مهوش عارف الشمال من الجنوب، لكن هي واقع بسبب الكثافة العددية للمحامين. محكمة أو نقابة شمال الشرقية مراكزها ديار بالإبراهيمية، هي طاووس، كفرسار، ولاتصار، الحسنية، أبو كبير. محكمة جنوبش أو نقابة جنوب الشرقية مركز بندر الزازي وبالبيس ومنيا القمح ومشتول والعاشر وأبو حماد. إحنا بنقول في الجنوب 6-7، إحنا في الشمال 8 أكتر من حسن برضو يعني. هذه النقابة ولدت لتكون، إن شاء الله قريبا تحتفلوا معنا بنقل النقابة إلى مقرها في هي إن شاء الله بعد إنشاء النقابة فيها بطريقة، لأن إحنا في مشروع والمشروع إن شاء الله هيتم تقييمه قريبا إن شاء الله بحضور المعالي الأستاذ سامح عاشور طبعا، لأنه هو اللي يفتتحها سواء كان النهاردة بكرة، المهم إن هو إن شاء الله هو رمز لنقابة المحامين اليوم. نقابة المحامين المصرية منذ نشأتها حتى اليوم تبوأها حوالي 24 نقيب على مدار 100 سنة أو 100 سنة وحاجة. كان أبرزهم بعد اطلاع على السيرة الذاتية لهم كان 3 آخرهم على الأستاذ سامح عاشور، لكن أشير إلى الأول والثاني والأخير بطبيعة الحال لأنهم 3 يستحقوا الذكر. الأول الأستاذ إبراهيم الهلباوي، وتبوأ نقابة المحامين نقيبا بعد سنة 1912، وكان له كان يعني يجمع بين مدعي العام لمجزرة دنشواي وسمي جلاد دنشواي، ولكن ترك العمل في النقاب، ترك العمل في وظيفته وانتقل إلى الشارع للكفاح الوطني. معلومة لنقابة المحامين الهدف منها إيصالها، لكن بنقول إن خلفوا بعد انتقل العمل السياسي وحاول أن يكفر عن أخطائه فوقف بجانب الشعب. النقيب الثاني الأستاذ عبد العزيز باشا فهمي، وهو برضو اللي أباشور ليه لسبب معين، هو أنه أول رئيس لمحكمة النقد سنة 31، وكان ضمن الوفد المفاوض للإنجليز في الخروج من مصر. أخرهم معاه طبعا في خلال هذه الفترة مرت نقابة المحامين بمجموعة من الصدمات، وخاصة مع النظام الجمهوري، الرئيس عبد الناصر ورئيس السادات ورئيس عبد حسني مبارك. لكن في النهاية نرجع للأستاذ سامح عاشور، هو 3 رمز يتبوأ نقابة المحامين، وكانت له طموحاته في نقابة المحامين، وكان ظهيرا للمحامين في كل القضايا التي طلبوا الحضور معه فيها، وكان أولها محكمة حلوان ومحكمة ومطاي وأبو كبير، وأكرر أبو كبير لأن أنا ده الهدف اللي أنا عاوز أوصله، ووعد بإنهاء القضية حتى آخر نفس من نفسه. وده في الأساس اللي احنا بندور عليه، لكن انا اقول له تاني انك يا معالي النقيب انت قائد ثورة التصحيح في نقابة المحامين، واكرر هذا اللفظ واعتقد انه ليس غير سبقه في هذا اللفظ، انت قائد ثورة التحرير في التعليم المفتوح، انت قائد ثورة التحرير في القيود،
والمحامين المستبعدين الذين لا يمارسون المهنة. أكتفي بهذا، أكرر شكرا جزيلا وأرحب بك بأنفريق محافظة الشرقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.